وعن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بدكتور رمزي عودة، منسق الحملة الأكاديمية الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. أهلا وسهلا بك دكتور رمزي. أهلا وسهلا بك. بداية، يعني أنت منسق الحملة الأكاديمية الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ما الذي تفعلونه في هذه الحملة من أجل مجابهة سياسات التمييز العنصري الإسرائيلية؟ يعني بداية أشكرك على الاستضافة، وأود أقول أن الحملة الأكاديمية الدولية هي تجمع من مختلف الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين والعرب، وأيضا الأجانب المناصرين للقضية الفلسطينية. والجهد الأساسي الذي تقوم به هذه الحملة هو إنتاج المعرفة المقاومة، إنتاج المعرفة المقاومة للاحتلال، لنظام الفصل العنصري، وبالضرورة فتح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم وأمام الرأي العام الدولي وأمام النخب الأكاديمية الجامعية. يعني فكرة الجامعات والطلبة والباحثين والمهتمين فكرة أساسية في إنتاج ما يمكن أن نسميه هي إنهاء سياسة الاحتلال على المدى الاستراتيجي. فإذا هذه الحملة تقوم بمحاولة تشكيل لوبي ضاغط من عالمي، من الباحثين والأكاديميين والمناصرين للقضية الفلسطينية، لتغيير سياسات المجتمع الدولي، المنظومة الدولية تجاه القضية الفلسطينية باتجاه يحقق العدالة للشعب الفلسطيني. طيب، يعني كيف يمكن النظر اليوم إلى سياسات التمييز والفصل العنصري والإدانة التي أقرتها مؤسسات حقوقية ودولية على أنها جرائم ضد الإنسانية؟ يعني بالتأكيد السنة هاي سنة مش يعني سنة مهمة جدا في نضالنا ضد الاحتلال الصهيوني، لأن هذه السنة مرتبطة بأن إسرائيل ترتكب جريمتي من جرائم حقوق من جرائم ضد الإنسانية، وهي جريمة الاضطهاد وجريمة الفصل العنصري. إحنا في الحملة رفعنا شعار أساسي هو لا للأبرتهايد، وقمنا بالعديد من الفعاليات والأنشطة في العالم كله بالتعاون مع شركائنا في الأرجنتين وفي أمريكا اللاتينية وفي الولايات المتحدة وأوروبا والوطن العربي. قمنا بإنتاج كتب وبتنظيم العديد من الندوات الأساسية، ومؤخرا أصدرنا بيان. هذا البيان وقعت عليه أكثر من 70 منظمة حقوقية. هذا البيان الذي أصدرتموه بالأمس، صحيح؟ نعم صحيح، أصدرناه. حدثنا عنه أكثر. أوكي، هذا البيان أصدرناه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الأبرتهايد، وأيضا في ظل اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي يناقش انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. ومتوقع أن لجنة فلسطين في هذا المجلس سوف تدين إسرائيل باعتبارها دولة أبرتهايد وفصل عنصري. لذلك يعني قمنا بصياغة بيان معتدل ومتوازن، وقع عليه العديد من الشخصيات العلمية والأكاديمية سواء في فلسطين أو في الوطن العربي أو في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا. أكثر من 45 دولة يعني أو شخصيات من دول وقعت على هذا البيان، حوالي 70 منظمة وشبكة حقوقية عربية ودولية وقعت، وأكثر من 280 أكاديمي وباحث من مختلف الدول وقع على هذا البيان. البيان فكرته إنه يعني إنه نعم. إحنا ندين كفلسطينيين سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية مقارب الأزمة الأوكرانية، وفي الوقت الذي يعني تدان إسرائيل من قبل منظمات متخصصة دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بينها دولة أبرتهايد ودولة اضطهاد، هناك العديد من القرارات الدولية ولكن هذه القرارات لا تطبق. وبالضرورة نطالب في هذا البيان بضرورة يعني فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على إنهاء نظام الأبرتهايد وانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. طب كيف يمكن تقييم حالة التضامن الدولي على الصعيد الدولي مع القضية الفلسطينية؟ اليوم التضامن يعني أو هذا العام تقريباً
في 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 اتجاه كبير وفي زخم كبير من المتضامنين الدوليين لصالح القضية الفلسطينية. أول شغلة بسبب أنه الحمد لله يعني تقريبا أزمة كورونا انتهت، وبالتالي صار في مجال للاحتكاك أكثر بيننا وبين المتضامنين العرب والدوليين. والقضية الأهم أنه صار في إدانة دولية، وإدانة أول بدأت الإدانة بتقرير بيت سالم وبتقرير منظمة دين شين الإسرائيليات. فبالتالي لما تطورت للهيومن رايتس ووتش لمنظمة العفو الدولية اللي حتى يعني اتهمت إسرائيل بالتمييز العنصري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفلسطين الخط الأخضر والشتات، إذن أصبحت الإدانة واضحة جدا لإسرائيل. هذه تقارير محترمة، تقارير إسرائيلية ودولية، لذلك أصبح من السهل علينا كفلسطينيين وكفاعلين وناشطين في هذا الحقل أن نكتسب زخما أكثر من نضال المتضامنين لصالح قضايانا الأساسية. أصبح هناك حركات مهمة جدا يعني في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في الولايات المتحدة أيضا تدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي. يعني لم نشهد منذ عشرات السنين أنه في الولايات المتحدة يتم توقيع عرائض في الولايات المتحدة لفرض عقوبات على إسرائيل أو لاتهامها بالأبرتهايد من قبل الجامعات. لم نشهد تغيير المناهج لصالح القضية الفلسطينية وتغيير الرواية التاريخية إلا في الفترة الحالية. إذن حتى المجتمعات أو الدول بين قوسين اللي كانت تاريخيا متحالفة مع الولايات المتحدة، مع إسرائيل عفوا، بدأت تغير من سلوكها، لأنه التحالف مع إسرائيل أصبح تهمة عار على هذه الدول، لأنه إسرائيل يعني تناقض في سلوكها السياسي صحيح. تاريخيا كل القيم الدولية سواء بالحرية أو بالعدالة يعني، وأصبح ربما جريمة ضد الإنسانية ترتكب بحق الفلسطينيين. شكرا لك جزيل الشكر دكتور رمزي عودة، منسق الحملة الأكاديمية الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.